أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على متابعة صفقة تبادل الأسرى في تعز. نجحت وساطة محلية في إتمام صفقة تبادل الأسرى بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في تعز، وقال مراسلنا أن وساطة محلية نجحت في تبادل 60 أسيرا من الحوثيين مقابل 75 مختطفا لديهم. أشار إلى أن عملية التبادل تجري على شكل دفعات في منطقة الأقروض جنوب شرق تعز، موضحا بأن جميع المفرج عنهم من قبل الحوثيين مدنيون ولا يوجد بينهم عسكريون. وفق المراسل فإن من بين المفرج عنهم نشطاء وحقوقيين تم اختطافهم منذ العام 2015 مع سيطرة الحوثيين على معظم مدن البلاد. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف تمت هذه الصفقة، وهل ستكون مقدمة لصفقات أخرى قادمة، ولماذا تم اللجوء إلى هذه الصفقات بعيدا عن اتفاق ستوكهولم؟ بعيدا عن الاتفاقات الخاصة بوضع الأسرى التي نص عليها اتفاق ستوكهولم المبرم قبل عام والمتعثر تنفيذه، نجحت وساطة محلية في إتمام صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في تعز. مراسل قناة بلقيس قال إن وساطة محلية نجحت في إتمام تبادل 60 أسيرا من الحوثيين مقابل 75 مختطفا لديهم، وأشار إلى أن عملية التبادل تجري على شكل دفعات في منطقة الأقروض جنوب شرقي تعز، موضحا بأن جميع المفرج عنهم من قبل الحوثيين مدنيون ولا يوجد بينهم عسكريون، وأضاف أن من بين المفرج عنهم نشطاء وحقوقيين تم اختطافهم منذ العام 2015 مع سيطرة الحوثيين على معظم مدن البلاد. ويعد هذا التبادل واحداً ضمن عمليات تبادل جرت بين الطرفين في العديد من الجبهات بعيداً عن الجهود الأممية التي لم تفضي إلى أي نجاح يذكر في ملف المعتقلين. تتعامل ميليشيا الحوثي مع هذا الملف بطريقتها الخاصة ووفق ما تقتضيه مصلحتها الأمنية والسياسية، فبينما تحكم على البعض بالإعدام تخلي سبيل عدد من المدنيين مقابل الحصول على أسراها من المقاتلين لتعزيز جبهات القتال. أبدأ النقاش مع الزميل الصحفي راكان جبيحي من تعز، أهلا بك راكان. أهلا وسهلا أخي العزيز. بداية لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول هذه الصفقة وأيضا أهمية هذه الصفقة بالنسبة لكم أنتم أيضا كمتابعين ومهتمين بقضايا المختطفين والأسرى. مساء الخير لك وللشهداء وللشهداء المشاهدين. تعد هذه الصفقة، صفقة التبادل التي تمت اليوم، هي بحد ذاتها مهمة جدا. انتهجت تعز بعودة العشرة من أبنائها المدنيين الذين تغيبوا قصرا في معتقلات بحفر التمرد بعد طول غياب ما قرابة 5 سنوات. هذه الصفقة لها دلالة وأبعاد كثيرة، تأتي من دافع حرص السلطات في تعز مثلا الجيش الوطني والسلطة المحلية كتخليص هؤلاء المدنيين من معتقلات الحوثيين. رغم أنها مجحفة الصفقة، رغم أنها مجحفة بلا شك في ذلك، إلا أنها تأتي من حرص ومسؤولية تتجلى فيها الثوابت الوطنية والحرص بالنسبة لدى السلطات في محافظة تعز. بالنسبة للشارع التعزي لاقى حضور كبير هذه الصفقة، صفقة التبادل، شعور لا يوصف اليوم كان في تعز. المجتمع التعزي، الشارع بكل توجهاته وشبابه وأبنائه بعودة زملاء لهم وشباب اعتقلوا وأخفوا منذ قرابة 5 سنوات، أصبحوا عشرات من هؤلاء المدنيين أحرارا، من ضمنهم التربوي الأستاذ عبد الحميد جعفر والناشط المساني حسام العامري والإعلامي مازن العريقي وغيرهم. مع أن هناك عدد من الذين خرجوا اليوم في صفقة التبادل مشلولا نتيجة التعذيب الذي مارسته جماعة الحوثي بحقهم، لأن هذه الصفقة تأتي نتيجة لمزايدات وأيضا لوعود كذبة وأيضا لتجاوزات قامت بها الأمم المتحدة التي تسير وفق أطر معينة ومعايير معينة لم تؤتي ثمارها ولم تنجح في أي ملف، بالنسبة سواء كأبسط ملف وهو المختطفين بدل الميليشيات الحوثية الانقلابية.
طيب هل الأطراف هذه الصفقة جميعهم يمنيون يعني، أم هناك دور ربما لبعض الجهات الصليب الأحمر أو جهات أخرى؟ لا يوجد أي دور لأي مؤسسة دولية أو منظمة دولية، سوى لجنة وساطة محلية، شخصيات قاموا بهذا الدور تبناها من أطراف في محافظة تعز. هذه لجنة وساطة محلية ليس لها أي علاقة بأي دور ليس للأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أي دور فيها. طيب من هي الأطراف أو الجهات التي يمكن أن يحسب لها إنجاز هذه الصفقة؟ طبعا بلا شك عملية الفرق تمت بتبادل بادر بها تبناها الجيش الوطني في المحافظة الممثلة بقيادة المحور عبر لجنة وساطة محلية تتضمن الإفراج عن عدد من أسرى حرب تابعين الميليشيا تم أسرى من جبهات القتال أثناء المعارك. مقابل هؤلاء المدنيين الذين اختطفتهم الميليشيا بعضهم من منازلهم وبعضهم من الشوارع وبعضهم من المدارس وبعضهم من الجامعات، وعلى الرغم من أنها صفقة مجحفة كما أشرت سابقا بالنسبة لمؤسسة عسكرية بتعز، لكنها تتجلى بالواجب الوطني لدى قيادة الجيش بتعز اتخاذ هكذا مواقف تتجلى في الثوابت الوطنية العظيمة للانتصار لهذه المؤسسة وللوطن وهذه المدينة وللمواطنين لتخليصهم من معتقلات جحافل التمرد. طيب الوضع الصحي بالنسبة للمفرج عنهم؟ طبعا خرج كما اشرت سابقا خرج اربعه من ضمن هؤلاء ال75 المدنيين، خرج منهم اربعه في حاله مشلوله ارسالها، ناهيك عن اخرين عدد اخر خرجوا باشكال مختلفه يعني ومواقف سيئه صحيا الى حد ما، لكنهم فرق كبير يعني بين 2015 و2019 نتيجة الغيابة ونتيجة الإهمال الذي تلقوه ونتيجة للتعذيب والممارسات البشعة التي مورسة بحقها من قبل هذه الجماعة. طيب يقال أن هناك ما زالت دفع أخرى وصفقات أخرى، هل لديك أي معلومات وتفاصيل؟ بالنسبة لهذه المعلومات هناك بوادر وأيضا يعني ترتيبات قادمة، لكن هذا يأتي على أسس ومعايير الصفقة وآليتها وفق معيار معين. طيب تبقى معنا راكان، نشرك معنا بالنقاش العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز. أهلا بك سيادة العقيد. حياك الله أخي الكريم وحيا الله ضيوفك والمشاهدين جميعا. بداية ما هي المراحل التي مرت بها صفقة التبادل التي شهدتها اليوم محافظة تعز؟ الحقيقة هذه الصفقة لها فترة طويلة وشهدت تجاذبات أكثر من مرة ومساعي من وسطاء أكثر من مرة، وكانت تعنت الميليشيات يعرقلها في اللحظات الأخيرة. آخر مرحلة كان قبل عيد الأضحى المبارك تقريبا، وكادت الأمور أن تتم، لكن نظرا لتعنت الميليشيات وممارستها العنصرية باتجاه أبناء تعز بالذات فشلت العملية، وبقى الوسطاء في حالة تواصل مستمر مع جميع الأطراف حتى تمت هذه العملية من الجيش الوطني، لأنه نحن نبادل أسرى حرب ومجرمي حرب يعني شاركوا في القتال وأسروا في الجبهات وبعضهم من القناصة ومن غيره، وبمقابل ناس مدنيين تم وناشطين تم اختطافهم من الأسواق من البيوت من أماكن عملهم، يعني اثنين من معارفي أنا، واحد اختطف من مصنع هائل وهو يشتغل، واحد نزل يعبي غاز لأسرته واختطف من معرض الغاز وهو على موتوريه، وواحد وهو مدير مدرسة ذهب لمدرسته وتم اختطافه، والآخرين الذي تعرف قصصهم جميعا. فمعظم هؤلاء هم مدنيين مسالمين يعني تم اختطافهم تعنتا وتم
ممارسة أبشع وأقسى أنواع التعذيب بحقهم، وأيضا التعذيب النفسي بحق أسرهم، وتم المتاجرة بهم وابتزازهم ماديا أكثر من مرة. يعني في كل مرة يعرض على أسرهم بدفع مبالغ مقابل الإفراج عنهم، ثم يأخذ هذه المبالغ ولا يفرجون عنهم، وتعرضوا ل يعني أوضاع إنسانية مزرية. الآن معظم الذي خرج أو كلهم تقريبا يعانوا من أمراض مزمنة ومن عاهات مستديمة، وبعضهم مصاب بالشلل، ويعني بعضهم مصاب بحالات نفسية واكتئاب وانفصام وغيره. يعني في حين أن من تم تسليمهم من أسرى الحوثيين يعني تم معاملتهم وفق القانون الدولي في معاملة الأسرى، ومع الاحتفاظ بكرامتهم والإنسانية ومعاملتهم المعاملة الحسنة. في الوقت أن المدنيين تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، فكان الجيش قدم بعض التنازلات نتيجة للحالة الإنسانية ولطول مدة اختطافهم. هؤلاء يعتبروا من الأطول يعني مرحلة اختطاف، بعضهم 4 سنوات، بعضهم 3 سنوات وبضعة أشهر. هم قضوا في سجون الميليشيات، واتخذت الميليشيات منهم أيضا دروعا بشرية، كانت تنقلهم إلى بعض أماكن السلاح وبعض الأماكن العسكرية لتتخذ منهم دروعا بشرية أمام حتى لا تتعرض لقصف الطيران. فمعظم هؤلاء الأسرى مورست عليهم انتهاكات بشعة، ولذلك المحور وقيادة الجيش يعني قدم تنازلات في يعني في سبيل أن تتم هذه الصفقة لدواعي إنسانية ومراعاة لظروفهم وأحوالهم. ويعني نحن يعز علينا كل مواطن في تعز، سواء كان داخل مناطق المحررة أو تحت المناطق التي هي تحت سيطرة الميليشيات، هؤلاء أبناءنا وإخواننا. طيب. ولا نميز بين أحد منهم، الميليشيات تميز وتميز. هل هناك علاقة لهذه الصفقة بتفاهمات ستوكهولم فيما يخص ملف الأسرى؟ الملف الأسرى في ستوكهولم عرقلته الميليشيات الانقلابية عرقلة كلية، وهذا الملف إلى الآن لم يراوح مكانه ولم يشهد أي تغيير. في هذه يعني كانت بمساعي من شخصيات هنا وهناك، وليس لها علاقة بالعدد كبير من الأسرى، يعني في مرفوع أسماءهم إلى لجان التفاوض، لكن هذا الملف تتعنت الميليشيات وتعرقل إتمامه يعني عرقلات شتى، وتشترط أسماء معينة لبعض الألقاب أو بعض الأسر من ما يطلق عليهم في اليمن من السادة، ولا تعتبر بقية مقاتليها، لا تعتبر بقية مقاتليها هم أسرى، هي لا تعترف إلا بعنصر معين، وهذا معروف يعني، ونحن لا نذيع سرا حينما نقول هذا، ويعرفه أبناء اليمن جميعا. هي تمارس هذه العنصرية البغيضة بحق اليمنيين عامة وبحق أبناء تعز على وجه الخصوص. طيب سأعود لك سيدة العقيد، أعود مرة أخيرة الراكان الزميل الصحفي من تعز، هل هناك أي إحصائيات متوفرة عن عدد المختطفين والأسرى في تعز لدى ميليشيا الحوثي؟ بالنسبة للمختطفين من ناحية كونهم مدنيين ومواطنين من أبناء تعز لدى ميليشيا الحوثي، فهم بالعشرات لم يكن بالمئات متواجد، فمنهم من اعتقل في تعز، منهم من اعتقل في عيد، ومنهم من اعتقل من سرعاء، ومنهم من اعتقل كلهم من داخل منازلهم ومن اماكن عملهم، وجملهم من ابناء تعز هناك المئات، ومعظم الذين خرجوا منذ بدايه الحرب وحتى الان تمت بصفقات عن طريق لجنه وساطه عبر محافظه تعز لانتمائهم الى محافظه تعز، لانتمائهم الى هذه المدينه التي تتصدر نفس هذه المواقف الأخوية والمواقف التي تشهد التواجد المدنية والسلم والاجتماعي. طيب شكرا جزيلا لك راكان جبيحي الزميل الصحفي، كنت معنا من تعز. أعود للعميد عبد الباسط. سيادة العميد، بعد هذه الصفقة هل هناك صفقات أخرى؟ هناك حديث عن دفعات، ربما أنه تتم عملية تبادل وفق دفعات. نحن لن نألو جهدا في بذل كل الأسباب الممكنة
تقديم كل التنازلات في سبيل إنسانية الإنسان وتحرير الإنسان وحرية المختطفين، وسواء كانوا من أسرى الجيش أو من المختطفين المدنيين، وهم الأعم الأغلب أو النسبة العظمى من الموجودين تحت يد الميليشيات هم مختطفين. وبالتالي نحن سنبذل كل جهودنا وسنقدم كل بوادر حسن النوايا وكل التنازلات المطلوبة في سبيل هذا الملف. مهما كانت التنازلات فهي ليست خسارة، لأن الإنسان هو الأخ، الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان هذا شيء مقدس، لا يمكن يعني الا ان نقدم كل التنازلات في سبيل ذلك. وبالتالي طبعا هناك ما زال كثير من الاحرار ومن الابطال ومن البسطاء ومن يعني المسؤولين حتى في مجال الاغاثه وفي الاعمال الانسانيه، وكثير من المختطفين ما لا زالوا، ومن دكاتره الجامعه وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفه، لا يزال الكثير من هؤلاء تحت يعني سطوه هذه الميليشيات الانقلابية المجرمة. وبالتالي نحن سنبذل كل ما بوسعنا وسنقدم كل ما بأيدينا أو لدينا، ويبقى تبقى الكرة في ملعب الطرف الآخر وأيضا في ملعب الوسطاء الذين أيضا هم يبذلوا جهد ويعني في سبيل تقريب وجهات النظر وحلحلة كثير من رغم تعنت ما يواجهونه من تعنت الميليشيات وممارستها. حتى اليوم مثلا يعني لم تصل دفعة الأسرى بالزمان والمكان كما كان مقرر، وإنما يعني كان يصل يعني أعداد بسيطة، وكل بضع ساعات تصل أعداد وننتظر لبضع ساعات حتى تصل، يعني تمارس الابتزاز وتمارس التعنت حتى يعني في اللحظات الأخيرة، ولا تترك فرصة للانتقام والحقد وغيره إلا وتمارسها في حق هؤلاء الأبرياء. شكرا جزيلا لك عبد الباسط البحر، متحدث باسم الجيش الوطني في تعز، شكرا لك. وينضم الينا من فيينا رئيس منظمه سام للحقوق والحريات الاستاذ توفيق الحميدي. اهلا بك استاذ توفيق، بدايه تعليقك على صفقه تبادل الاسرى التي تمت اليوم في تعز من حيث الاهميه والدلالات. استاذ توفيق تسمعني؟ طيب نعود التواصل مرة أخرى مع ضيفنا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحرية الأستاذ توفيق الحميدي للتعليق معنا على الصفقة التي تمت اليوم، صفقة تبادل الأسرى بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في تعز، حيث تقول المعلومات أن الوساطة المحلية في تعز نجحت في الإفراج عن 75 مختطف من عناصر المدنية مقابل 60 أسير من ميليشيا الحوثي. عملية التبادل تمت على شكل دفعات في منطقة الأقروض جنوب شرق تعز، وجميع المفرج عنهم كما تقول المصادر المحلية من محافظة تعز بمن هم من طرف الحكومة الشرعية، هم مدنيون ناشطون حقوقيون وطلبة ومدرسين كما تحدث المتحدث باسم الجيش الوطني عبد الباسط البحر، وتم اختطافهم منذ العام 2015. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، وكانت مخصصة للوقوف على صفقة تبادل الأسرى التي تمت اليوم في محافظة تعز. في الختام تحية طاقم البرنامج في أمان الله.